موضوع الملك الألفي، وهل هو حرفي، هل هو روحي؟ بالتأكيد إحنا مش بنعيش فيه زي ما بعض الطوائف بتقول إن إحنا موجودين دلوقتي في الملك الألفي، لأنه طبعا يعني ما أعتقدش إن أوضح حاجة بنشوفها حوالينا إنه إبليس ومقيد، فطبعا بلا شك إحنا مش بنعيش فيه. لكن أنا هأرجئ الكلام في الموضوع ده إلى حلقات سابقة، إلى حلقات قادمة نتكلم فيها أكتر ونستعرض مع بعض الأمر دوت. الشياطين بيؤمنوا بكل حاجة عملها المسيح، الشياطين أكتر ناس لا يمكن إن هي تشك في أي حاجة عملها المسيح، لأن هم اللي داقوا النتيجة، وهم اللي قوتهم راحت وسلطانهم أزيل بسبب عمل المسيح، عشان كده الشياطين يؤمنون ويقشعرون. سؤال: متى يأتي الملك الألفي؟ هل هو بعد قيامة السيد المسيح أم في وقت آخر؟ ملك ربنا ابتدى من على الصليب، ولذلك قيل الرب قد ملك على خشبة، وانتهى ملك الشيطان لأن الموت كان يملك على العالم بسبب الخطية، ولكن انتهى ملك الشيطان على الصليب. عشان كده السيد المسيح قال: أبصرت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء. يبقى الملك بتاع المسيح بدأ من الصليب. وحكاية 1000 سنة دي عدد رمزي، عدد رمزي لا يقصد به المعنى الحرفي. الآب من السماء، هذا ابن الحبيب، الروح القدس نازل في هيئة حمام مستقر عليه. يوحنا يقول هوذا حمل الله، قالك بس هو ده. راح السيد المسيح ايه، دخل البرية وصام 40 يوم وجسمه هزل وشحب وضعف. قال مش هو، بس انا هجربه. جربه المسيح لما استخدم لاهوته، قال مش هو. وبعد كده بقى في خدمة المسيح يعمل عمل كبير، معجزة كبيرة، عشان يقولك ده هو. روح المسيح داخل ونايم في السفينة، يقولك مش هو. فضل هو مش هو هو مش هو لغاية الصليب، بلا جمال بلا منظر، مضطهد مصدرة، قالك مش هو. بس في أحداث كونية عجيبة، الشمس بتضلم، الأرض بتتزلزل، الصخور بتتشقق، قالك هو. المسيح مات، قالك مش هو. جي يقبض على الروح دي، فصعقه طيار اللاهوت. بدل ما يقبض على الروح دي، الروح دي المتحدة باللاهوت هي اللي قبضت على الشيطان. احنا نؤمن ان الشيطان مقبوض عليه ومقيد من لحظة الصليب. هذه الروح الانسان المسيح المتحدة باللاهوت نزل الى الجحيم من قبل الصليب، وسبى سبيا اخرج ارواح قديس العهد القديم كانت في الجحيم، واخدها الى ايه، الى الفردوس. طب ايه اللي حصل فجر يوم الحد؟ ايه اللي حصل؟ ببساطة شديدة الحلقتين دول ايه، رجعوا ايه لبعض تاني، وقام المسيح. إنه الأمر دوت يعني نعرف إن البعض بيراه بطريقة روحية، البعض بيراه بطريقة فيزيكال عملية هتكون موجودة. دوت يمكن مش المشوار بتاعي النهاردة اللي عايز أتكلم فيه، لكن اللي أقدر أقوله إنه لسه ما حصلش.
هي الفكرة ان هو في جزء كمان بيقول فيه تأكلوا وتشربوا معي على مائدتي في ملكوتي. كلام مجازي. مجازي، لان مجازي. ملكوت السماء ليس اكل ولا شرب، مش كده؟ لان الآية واضحة، ملكوت السماوات ليس اكل ولا شرب. والمسيح من جهة الملكوت قال ان هم لا يتزوجون ولا يزوجون، بل يكونون كملائكة الله. كملائكة الله، احنا عارفين ملائكة مش بتاكل وتشرب. يعني تأكلون وتشربون معي على مائدتي في ملكوتي، حاجة مجازية، بمعنى ان احنا نتمتع بالمجد بتاع، زي كلمة عشاء عرس الخروف. عشاء، احنا نقعد طول عمرنا نتعشى بس، وهل الوقت مساء عشان نسميه عشاء؟ هي حاجة مجازية رمزية.